في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي، هنتكلم فيها بالتأكيد عن الأحداث المثارة في السوشيال ميديا وهي انسحاب الزمالك من مباراة القمة يوم 25 الشهر الحالي بإذن الله. لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في بداية الحلقة كده عايز اتكلم مع حضراتكم عن مباراة القمة بين الاهلي والزمالك المفترض اقامتها الثلاثاء القادم ان شاء الله 25/6. زي ما احنا عارفين ان نادي الزمالك طلع بيان ناري بعد مباراة المصري الاخيرة، وطلع بيان ان هو مش هيلعب مباراة القمة ومش هيستكمل بطولة الدوري الا لما كل الاندية اللي متأخر لها مباريات تلعب كل اللقاءات المؤجلة. عايز بس اوجه يعني شوية كلام لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب. أنا عارف إن الكلام ده كله يقصده بالنادي الأهلي، أنا عارف إن حضراتكم كل البيان اللي انتوا طلعتوه ده والكلام اللي انتوا قلتوه ده تقصدوا به النادي الأهلي. ده حقيقة إن النادي الأهلي أكتر فريق مؤجل له مباريات، وطبعا ده بسبب المشاركة في المباريات الإفريقية والمشاركة في كأس العالم للأندية والمشاركة في كأس السوبر في الإمارات والمشاركة في بطولات كتيرة جدا النادي الأهلي كان مشارك فيها، وده طبعا مش ذنب النادي الأهلي إن هو نادي كبير ونادي بيشارك في بطولات قارية كبيرة. ده كل اللي يقصده مجلس إدارة نادي الزمالك. طبعا اتحاد الكرة بيتحدى نادي الزمالك ويكافئ الغندور والبنا بطريقة خاصة بعد فضيحة المصري واللي فاتت. طبعا زي ما احنا عارفين تصدرت أزمة مباراة الزمالك والمصري في بطولة الدوري حديث الشارع المصري في الساعات الأخيرة بعد الحالات الجدلية التي شهدتها اللقاء الذي أداره الحكم أحمد الغندور وبوجود محمود البنا كحكم تقنية الفار. وكان مجلس إدارة نادي الزمالك طالب اتحاد كرة القدم بإيقاف كل من حكم الساحة أحمد الغندور وحكم تقنية الفيديو محمود البنا ومنعهم من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي. تمام كده. وكمان قرار مفاجئ من اتحاد الكرة بتعيين الثنائي أحمد الغندور ومحمود البنا حكم لمباراتي الخميس في الجولة الخامسة من الدور الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز. طبعا حيث جاء الغندور على رأس طاقم حكام لقاء حرس الحدود والترسنة، فيما سيقود البنا طاقم حكام مباراة منتخب السويس وإسبورتينج. وكانت بعض التقارير الصحفية طبعا أشارت في وقت سابق أن اتحاد الكرة قرر إيقاف أحمد الغندور ومحمود البنا على خلفية أزمة مواجهة الزمالك والمصري في بطولة الدوري المصري. وكان الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قد نفى منذ قليل تراجع مجلس إدارة الزمالك عن مطالبة التي حددتها بعد أزمة مباراة المصري في بطولة الدوري الممتاز. طيب الكشف طبعا عن موقف عواد بعد إيقافه وإحالته للتحقيق من قبل الزمالك. كشفت تقارير صحفية عن موقف محمد عواد حارس مرمى الزمالك الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بعد قرار إيقافه وإحالته للتحقيق بسبب أزمة مباراة المصري في الدوري. قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إيقاف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم وإحالته للتحقيق بسبب ما بدر منه في مباراة المصري البورسعيد الأخيرة في مسابقة الدوري. قال المصدر المقرب من محمد عواد: عواد يحترم كافة قرارات نادي الزمالك وسيتواجد في التحقيق يوم السبت المقبل بشكل طبيعي. أضاف المصدر ذاته أيضا في تصريحات نشرها موقع في الجول رد عواد على واقعة حسام عبد المجيد في التحقيق يوم السبت: سيكون إنها واقعة يعني تتنقر بشكل طبيعي في المباريات بين اللاعبين، خاصة إنه من قادة الفريق وعبد المجيد لاعب ناشئ. قال المصدر كمان: الحراس يفعلون مثل تلك التصرفات أحيانا، حتى إن عبد الواحد السيد مدير الكرة الحالي سبق وفعلها سابقا حينما كان لاعبا. وقال كمان المصدر في تصريحاته: عواد متعجب من قرارات تحويله للتحقيق وخصم 25% من قيمة عقده وإعلان ذلك في الإعلام بالرغم من توقيع غرامة مالية على حسام عبد المجيد دون إبلاغها لوسائل الإعلام. ده بالنسبة لقصة محمد عواد
وقصة نادي الزمالك في الأيام الأخيرة، والحاجات اللي مثارة طبعا في السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة. طيب، محمد الشناوي تمام، النادي الأهلي في تصريحات إن الشناوي طبعا في عروض جياله تمام، لكن الفيفا بيمنع انتقال محمد الشناوي للوحدة السعودي وقرار ضد 16 فريق. ايه القصة وايه الحكاية؟ بحسب صحيفة الرياضة السعودية، فقد تمنع 16 ناديا سعوديا من التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية بسبب خسارتها لقضايا في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في الفترة الأخيرة، بما انهم فريق الوحدة السعودي اللي دخل في مفاوضات مع محمد الشناوي حارس الأهلي لضمه في الميركاتو الصيفي، غير ان قرار الاتحاد الدولي بيوقف هذه المفاوضات في الوقت الحالي. وأضافت الصحيفة أن الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل حتى الخميس هي الرائد والوحدة والحزم والطائف وعفيفي والعين والأنصار والفيصلي والجبلين والقيسومة والسد والشعلة والترجي وهجر ونجران وأحد. وتابعت الصحيفة في تقريرها أنه يتحتم على إدارة الأندية التواصل لاتفاق مع اللاعبين والمدربين الذين كسبوا قضاياهم تجاه الأندية السعودية بأسرع وقت لرفع منع القيد، مبينا أن أندية الرائد والوحدة إضافة للعين المنتمي إلى دور أندية يولو تواجه صعوبة في رفع العقوبة كون قرارهم مشابه للقرار الذي أصدره الفيفا بحق النادي الأهلي العام الماضي بالمنع من التسجيل في فترتين بسبب الجامايكي لويس جربان ولاعب الفريق السابق. يذكر أن عدة تقارير أكدت على وجود مفاوضات قوية من جانب إدارة الوحدة السعودي للحصول على خدمات محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر. طيب، كمان في كمان النادي الأهلي بيرحب ببيع الشناوي إلى الدوري السعودي تمام. حسم مسؤول الأهلي موقف النادي من رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأبدى نادي الوحدة السعودي اهتمامه بالحصول على خدمات محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. وحسب ما ذكره مصدر خاص داخل النادي الأهلي للقاهرة 24، فإن النادي لا يمانع في رحيل الشناوي إلى الدوري السعودي في انتقالات الصيف الجاري حال رغبة الحارس في ذلك. وأكد المصدر أن النادي الأهلي يقدر محمد الشناوي بشكل كبير، ويدرك أن الحارس سبق ورفض العديد من العروض المغرية في سبيل الاستمرار مع النادي الأهلي. استكمل المصدر حديث وقال: لذلك في حال رغبة محمد الشناوي الرحيل خلال انتقالات الصيف الجاري لن يمانع النادي الأهلي، خاصة وأن هناك نية لتعويض الحارس عن العروض السابقة التي رفضها. وعلى جانب آخر، سبق ورفض محمد الشناوي الرحيل إلى صفوف النصر السعودي مفضلا استكمال مسيرته مع النادي الأهلي. بيعتبر محمد الشناوي أحد العناصر الأساسية لصفوف الفريق الأحمر، كما أن للحارس دورا بارزا في البطولات التي حققها الأهلي طيلة الفترات الماضية. وعلى جانب آخر، يرتبط محمد الشناوي بعقد مع النادي الأهلي مستمر حتى نهاية الصيف 2025، أي أن الحارس سيكون من حق التوقيع لأي نادي آخر في يناير المقبل على أن ينضم إليه في نهاية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر وبشكل مجاني. ده بالنسبة لمحمد الشناوي، وبالنسبة للحديث عنا مباراة القمة اللي نادي الزمالك طالع بكلمة أنا مش هلعب، ولكن أنا بقول لحضراتكم هتنزل المرة دي حنفي ونادي الزمالك هيلعب القمة، وده يعني دروس خدناها من نادي الزمالك ومن مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والحالي. شكرا يا صديقي إن أنت استكملت معايا الحلقة للنهاية. استنونا إن شاء الله في حلقة جديدة وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.